موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم أذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم بتعجيل الله لهم ذلك، وذلة وهي الهوان لعقوبة الله إياهم على كفرهم بربهم في الحياة الدنيا في عاجل الدنيا قبل آجل الآخرة. وكان ابن جريج يقول في ذلك: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال هذا لمن مات ممن اتخذ العجل قبل أن يرجع موسى عليه السلام، ومن فر منهم حين أمرهم موسى أن يقتل بعضهم بعضا. قال كأن الذين يعني قال ابن جريج في الذين قال الله فيهم وكذلك نجزي المفترين، لا بد أن يكون ممن بقي على عبادة العجل، إما أنه مات على الشرك قبل أن يرجع موسى فينسف العجل يحرقه ثم ينسفه في اليم نسفا، أو لمن فر منهم فلم تقبل توبته، أو لمن أشرب في قلبه العجل حب العجل وظل على ذلك. هذا لم يذكره. قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله ابن جريج وإن كان قولا له وجه، فإن ظاهر كتاب الله مع تأويل أكثر أهل التأويل بخلافه، وذلك أن الله عم بالخبر عمن اتخذ العجل أنه سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وتظاهرت الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين لأن الله إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى صلى الله عليه وسلم تاب على عبادة العجل من فعلهم بما أخبر به عن قيل موسى، عن قول موسى عليه السلام في كتابه، وذلك قوله: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، ففعلوا ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضهم أنفس بعض عن غضب منه عليهم بعبادتهم العجل، فكان قتل بعضهم بعضا هوانا لهم وذلة أذلهم الله بها في الحياة الدنيا، وتوبة منهم إلى الله قبلها. وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عمه الظاهر بغير برهان من حدة خبر أو عقل، ولا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم إلى باطن خاص، ولا من العقل عليه دليل، فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه. يقصد بالظاهر النعام
كلام ابن جريج أنه في من مات قبل أن يرجع موسى، أنه أيضا في من لم يستجيبوا ل يعني أمر الله عز وجل بقتل بعضهم بعضا. ما يقوي كلام ابن جريج في أن بعضهم لم يمتثل قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالظاهر أن بعضهم ظل على تلك الحال الفظيعة من حب عبادة العجل، والله أعلم. فيمكن توجيه كلام ابن جريج إلى ذلك، لأن التوبة شرطها الندم وكراهية فعل الكفر والشرك، وأما من أحب فعل الشرك والكفر حتى ولو تركه لا يكون تائبا، والله أعلم. قال: ويعني بقوله وكذلك نجزي المفترين، يقول: وكما جزيت هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها من إحلال الغضب بهم والإذلال في الحياة الدنيا على كفرهم ربهم وردتهم عن دينهم بعد إيمانهم بالله، كذلك نجزي كل من افترى على الله فكذب عليه وأقر بألوهية غيره وعبد شيئا سواه من الأوثان بعد إقراره بوحدانية الله وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورسله. وقيل ذلك إذا لم يتب من كفره قبل قتله. ولا شك في أن التوبة تجب ما قبلها، حتى ولو كان قد أشرك بالله. فالمرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تاب إلى الله منهم قبلت توبتهم، والله أعلم. أيوب قال: تلا أبو قلابة سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال: فهو جزاء كل مفتر، جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله عز وجل. أهل البدع وأهل الفتاوى الباطلة وأهل تحريف الدين عن ما أنزله الله عز وجل، تحريف الكلم عن مواضعه، كل من يفتري على الله عز وجل الكذب، وكل من يبتدع في دين الله خلاف الحق ويرفض الحق، لا بد أن يذله الله في الحياة الدنيا فضلا عما أعده الله له في الآخرة إن لم يتب إلى الله. عن أيوب قال: قرأ أبو قلابة يوما هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. عن ثابت وحميد أن قيس بن عباد وجارية ابن قدامة دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أرأيت هذا الأمر الذي أنت فيه وتدعو إليه أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال: ما لكما ولهذا، أعرض عن هذا. فقال: والله، ويقصدان هذا الأمر من قتال من خالفه. فقال: والله لا نعرض عنه حتى تخبرنا. فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتابا في قراب سيفي هذا. فاستله فأخرج الكتاب من قراب سيفه، وإذا فيه إنه لم يكن نبي
إلا له حرم، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة، لا يحمل فيها السلاح للقتال. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فلما خرج قال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا الكتاب؟ فرجع وتركاه وقال: إن سمعنا الله يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، وإن القوم قد افتروا فرية ولا أدري إلا سينزل بهم ذلة. والله أعلم أنهما قصد بذلك الخوارج، لأنهم الذين أحدثوا وافتروا فرية تكفير المسلمين، ولذا نالهم ذلة من الله عز وجل وغضب عليهم بقتلهم شر قتله، ونجا جميع عسكر علي، لم يصب منهم شيء إلا شيء يسير جدا. وأما الخوارج فقد قتلوا أكواما من القتلى بعضهم على بعض، فيهم ذلك المخدج الذي يعني أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عيينة في قوله: وكذلك نجزي المفترين، قال: كل صاحب بدعة ذليل. قال الشيخ أحمد شاكر على قصة جارية ابن قدامة أنه تميمي من أشراف تميم، وكان شجاعا فاتكا، صحابي ثابت الصحبة. وقال أن هذا إسناد، خبر أبي جعفر صحيح الإسناد، وذكر خبرا آخر في مسند أحمد عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ وساق خبرا آخر: فكأن هاتان حادثتان مختلفتان. والله أعلم أن هذان الرجلان العاقلان رأيا أن الخوارج المخالفين لعلي سيصيبهم ذلة في الحياة الدنيا. ثم قال في قوله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال أبو جعفر: هذا خبر من الله تعالى ذكره أنه قابل من كل تائب إليه من ذنب أتاه، صغيرة أكانت معصيته أو كبيرة، كفرا كانت أو غير كفر، كما قبل من عبدة العجل توبتهم بعد كفرهم به سبحانه بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم. يقول جل ثناؤه: والذين عملوا الأعمال السيئة ثم رجعوا إلى طلب مرضى إلى طلب رضا الله بإنابتهم إلى ما يحب مما يكره وإلى ما يرضى مما يسخط من بعد سيء أعمالهم، وصدقوا بأن الله قابل توبة المذنبين وتائب على المنيبين بإخلاص قلوبهم ويقين منهم بذلك لغفور لهم، يقول لساتر عليهم أعمالهم السيئة
اللهم استر علينا واغفر لنا وغير فاضحهم بها، رحيم بهم وبكل من كان مثلهم من التائبين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال: ما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل؟ كأنه يسأل، ثم يجيب فيقول: فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما تقدم في سورة البقرة، فقال قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذل فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، يعني كأنها تشبيه، يعني انه شايل ثقل البدعة دي، الذلة دي فوق كتفه بسبب من قلبه بالابتداع. كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإنها امتلجت بهم البغلات وتقطقت بهم البراذين. نعوذ بالله. المشهور دايما الرواية اللي هي: أبى الله إلا أن يذل من عصى، هم والله وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله أن يذل من عصى. يقول: وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين، فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. قال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة دليل. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول: ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم لأنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى لو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك، أي يا محمد يا رسول الرحمة ونبي النور، إن ربك من بعدها، من بعد تلك الفعلة، لغفور رحيم. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. الظاهر أن تلاوة الآية معناها صحة هذا الفعل إذا كان عن توبة من الطرفين، وهو الذي به نقول أنه إن تاب الزاني والزانية صح زواجهما من بعضهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.